الحقنا يا سي خميس. في مالها رمانة؟ معرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يا عين امها. جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش منهم لله، لا يقعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. لما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد. حابس حابس. هيكون مين يعني؟ اه حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضرب بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبة خرابيش على الجلد. البلد فكت. ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ اه بالراحه بالراحه. مفيش يا اخويا، شاورت العربيه نص نقل، صاحبها تلعب ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عدمه وما لحقتش اشوف حاجه. اكيد العيال دي قاطرينك في المحل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفه، الحمد لله انها جت لحد كده. ليه وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياه امهم لا جايبهم ولو في سابع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياهما اليومين دول. وحياتك عندي لا اجيبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنه. حقنه فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنه مضاد. اه حلو. شغال ايه الدكتور ده؟ ايه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفه يا اخويا، جابته لي البنت بيسا. انت مرتاحه يا حبيبتي؟ مرتاحه؟ أنا مرتاحة وأنا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. ده بقى أحلى حضن في الدنيا، تمد إيدك كده تاخد منها كل اللي أنت عايزه، وتعلي دماغك لسابع سما كأنك طاير فوق كل البشر، وتغمض عينك كأنك في حتة من الجنة. الله يخرب بيت التركي اللي حاسبه دماغكم. بقول لك يا بيبي، حياة أبوكي لا تخفي عليا شوية من الحوارات دي، ماليش فيها خالص خالص خالص. أنا مش مبسوطة، أنا حاسة إن الناس كلها زي بعض وكله بيقول نفس الكلام. أنا اتخنقت يا لؤي. أنت عارف إيه أكتر حاجة بحبها فيك؟ إيه يا روحي؟ مذكوراتي اللي بضمير؟ إن أنت الوحيد اللي بتكلم معاه وأنا مش مكسوفة. أنت الوحيد اللي بقدر أقول له كل حاجة ما أقدرش أقول لأي حد. أصل أنا دايماً حاسة إن أنا لوحدي. أنت في الباي باي خالص. باي 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 باي. زمري 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 باي باي. قالت لك أنا حضن الدنيا وطايرة فوق كل الدنيا. وكده بقى تبقى دي اول القصيده. النهارده سابي باليوميه، بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. افندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا
ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها؟ وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت ارضي كده وانت تشوفي. اوعى كده بلا نيله، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح. براء النوح. هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت. اوعى فكك من كلمتين لحد. اوعى بقى، اوعى سيبيني. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وافضحك. من المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي لحط العمل الليله هحطه، يعني هحطه الليلة. خلاص يا حنتومة ما تبقيش لبكاكة. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف، بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفه ليه؟ عشان تفضل معلقه كل واحده مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحه مش عاجبني حالك. ايوه قاعده كده يا اختي كامره نفسك في الاوضه وفي قميص نوم ومتدفيه زياده. يا اختي مش سنك خالص، خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري اللي عينه ما شافتهوش يا خايبه. انا نويت اظبطك، حبيتك، اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه، بس والنبي اوعي تقولي لامك وقبره ان انا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده، خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي 5 دقايق وجايه لك.
ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط واقف رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه، وما بتخط ركبي بتخبط في بعض. يا ولده بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكة، وآخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبة هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامة كرمتي، I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي قسمهولي ربنا، طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنلك. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي.